قليل كلش انه تشوف انه الواحد يقدر يحكي ويا انسان يعرفه، خصوصا اذا يعرفه ويكون مقرب اله، اذا ما ينصدم وياه، اذا ما يصير شد بيناتهم، ما حد يفهم الثاني، هذا يعيط وهذا يعيط، او راسا الافكار تتضارب ببعضها. زين ليش؟ مع ما هو المفروض انه اقرب الناس لكم سواء كانوا اهلكم او سواء كانوا ازواج، او الاقرب شيء هو المفروض اللي يتقبل الافكار او يعرف شلون يتناقش، او على الاقل اكو شيء اسمه انه ينصت يسمع انه الثاني شنو راح يقول بعدين انه يعلق. لكن تشوفون في اغلب العائلات او اغلب المتزوجين ما حد يسمع للثاني، رغم ان هم عندهم انه اساس انه مستندين عليه، انه يحبون بعض، رايدين لهم الخير البعض، يعني اساس، يعني هذا الاساس اللي هم موجود في هذه العائله هو الحب، هو انه يريدون لهم مصلحه الخير. لكن من يجون يطبقون هذا الشيء عكس كلامهم، افعالهم عكس كلامهم. زين لويش؟ يعني فواحد يبدي الانسان مثلا الواعي بهم او اللي يصحى او اللي فاهم شنو قاعد يصير يقول هذا شنو هذا، يعني هل هذا هو حب مثلا فعلا حب، او حب تملك، او اصلا مو حب ولكن باسم الحب يتصرفون هذه التصرفات المعينه اللي هي مثلا مؤذيه، قاعدين ياذون مثلا، او حتى ما يسمعون او ما يخلون الطرف اللي على اساس هم يحبوه يخلوه انه يبدي رايه، يبدي افكاره. فواحد يظل محتار، خصوصا من احنا مثلا نكون حابين، عندنا ناس مقربين لنا انه حابين، فاكيد هذولا يعني يريدوننا الخير. ليش؟ لان احنا حابينهم، او مثلا هم يقولون انه احنا نحبكم. يمكن سبق قلتها يعني، لكن واحد وين هنا ينصدم، او لازلت مثل منه اشوف انه واحد مني يحكي له حكايه يقول لك لا هاي شنو هذا، يعني هبا يقول لا شنو راسا، يقبون يعيطون، لا هذا غلط، لا هذا ما يصير، لا هذا ما ادري شنو، لا زين اوكي هذا غلط، هذا ما يصير، هذه فكره ما بتقبليها مثلا. زين شنو الافكار اللي عندكم؟ ما عندهم افكار، يعني هم ما عندهم اي زين شنو افكار الثانيين؟ يمكن انتم تتبعون افكارهم او انتم تحبون افكارهم، تجون توصلوها انه ما عندهم اي افكار، ما عندهم اي شيء يساعدون، او حتى يقول لك احنا ما نعرف شيء. زين انتم يلي تحبون الخير على اساس، ويلي تحبون مقابلكم، شنو فكركم اصلا؟ يعني لا يعقل انه عايشين يعني بدون فكر، افكاركم سطحيه. قد يكون فعلا اكو ناس فعلا هي افكارها سطحيه، ما عندها انه تفكر، تقول انه انا خلص، انا احكوا لي، خصوصا هاي كوبي ونساء، احكوا لي على الطبخ، اكل شربتوا، شو اكلتوا، شو راح تطبخون، من وين سوكتوا، هذا اقصى شيء يعني. لان اذا تحكي وياهم بفكر يقول لك انا ما اقتنع في هذا الفكر. زين انتم شفنا فكركم ما يعطيكم الافكار اللي هم عندهم. ونفس الشيء بالنسبه لكم بهم مثلا مجتمع او جروب معين، مستحيل ما يطلع فكرة من عنده، هو عندهم أفكار مو ما عندهم، لكن يقول لك ما أريد يعرفون أفكاري، ما أريد يعرفون بيش أفكر، فخليني أجيب من فلان، أجيب من فلانة وهاكم أسمعوا. شنو رأيكم؟ يا أما تكون أشياء سخيفة سطحية جدا حتى ما يصير نقاش بيها، ما يريدون يطورون عقلهم بيها، يا أما أنه بس هيك مجرد للتسلية، وها أنه اسمي شاركت بهذا الشيء أكو بيهم فيشاركونها. لكن هل هم يطرحون فكرة من عندهم يتناقشون بها؟ لا ابدا، ما عندهم هذا الشيء، ناس موقفه عقلها. فاحنا في حياتنا هوايه ناس موقفه عقلها، يقول لك انا ما لي علاقه، انا ما افكر، لا افكر بامور اجتماعيه، لا افكر بامور عاطفيه، لا افكر بامور دينيه، لا افكر. ليش؟ احنا شنو انتم عايشين؟ احنا عايشين هيك يعني، ها هي بدنا ناكل ونشرب، واحكي لي بهالاشياء هذه، يعني لا تحاولون تتعمقون بها، لان احنا ما نحب نتعمق. او يمكن قد يكون ما عندهم فكر، او قد يكونون ما حابين المقابلهم. الطبيعي يكون من هو طبيعي يسمع الآخر أو الطرف الآخر من يحكي بموضوع بسيط، يحكي بموضوع كبير أو فتشي، يخليه يكمل وبعدين يبدي رأيه، يقول عجبني الموضوع أو ما عجبني، هذا الموضوع سخيف أو لا هذا موضوع مهم. لكن الإنسان اللي رأسا يصد رأسا بحيث بعد
واحد بعده فاتح حلقه ولا لا 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 هذا سخيف، هذا مجنون، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، ما ادري ايش. اذا تعرفت الموضوع شنو؟ ما يحتاج، لا يقولون انه ما يحتاج اعرف الموضوع شنو. اذا شلون لعد تحكمون على شيء بدون ما تعرفون الموضوع شنو؟ شلون تطون رايكم في موضوع وانتم مو عارفين اصلا هو شنو؟ فهذا طبعا اعرفوا وتاكدوا انه هذا الشخص اللي قاعدين تحكون وياه حتى لو هو قريب من عندكم، مهما كانت صلة القرابة اللي بيناتكم، لكن يقول انه انا احبكم وانا اريد الخير واني يهمني امركم، فعرفوا انه هذولا كذابين، هذا الشخص او هذه الانسانة هذولا كذابين، لا يحبوكم ولا يريدوا لكم الخير ولا يتمنون يشوفون اي شيء منكم او عليكم يكون بخير، يعني ما يريدون يسمعون عنكم خير، ما يريدون يشوفون شيء منكم تقدموه خير، لان اصلا هم كارهين هذه الشخصية بالكامل. لكن طبعا ما حد يجي يقول للثاني أنا أكرهك أنا مطايقك، لا بالعكس يقولون العكس. فطبيعي الإنسان الطيبة والإنسان اللي عنده إحساسه والإنسان الإنسان اللي عنده خير في قلبه، هذا طبيعي أنه يعني يقول لك إيه، يصدق الرايح والجاي حتى لو يشوف بعينه أفعالهم عكس ذلك، لكن يقول يعني أكيد انه هذول لا يمكن بيهم خير او راح يتغيرون، لكن هم ما راح يتغيرون وما بيهم الخير. لذلك انه الواحد لكن شي يسوي يبقى اذا كانوا ناس مقربين اللي يسوي عليه، يعني يقول لهم على الاشياء اللي هو يتمناها لهم او الخير، اذا جت له فكره او شغله معينه يريد يوصلها لهم يوصلها لهم، وهم بعد كيفهم اخذوها ما اخذوها هم حرين، خلاص ما حد يجبر الثاني. يعني هذه هم بعد جزء من انه راح احكي به مرة ثانية على الشخصية وشون نتعامل ويا شخصيات معينة. طبعا انا توصلت الى نتيجة غير شكل، نحن دائما نبحث على الشخصيات وشون نعرف نتعامل بها، لا انا توصلت الى شيء ثاني بس راح احكي به غير مرة. المهم عندكم فكرة، عندكم موضوع، شيء تريدون تشاركون به ويا ناس تحبوه وعرفتوا هم ناس سطحيين او ناس يمثلون السطحية أو ناس أصلا ما يحبوكم لكن يمثلون المحبة، فهذا الشيء أنا اللي أقدر أنه أقول لكم، يا ما أقول لكم لا ابتعدوا ولا هاي، لا تقدموا الخير اللي عندكم، أخذوا ما أخذوا ما لازم، واحد سوى اللي عليه، لكن مو في حالة أنه لا واحد تجي أذية وهو يظل يستلم، لا طبعا أنه يعني تجيك أذية لا خلاص أنا أوقف، أنا يعني ما يحتاج هذول، ما يحتاج أصلا واحد يقدم لهم الخير. لكن الناس مثلا هم هيك سطحيين يعني عايشين على الهامش، يعني ما هامهم، سواء حكيت وياهم ما حكيت وياهم ما راح يقدموا لك مثلا أذية، يعني لا هذول أنه أستمر أقدم لهم اللي أنا أقدر عليه، وهم بعد بكيفهم هم وعقلهم، سواء أنه تقبله أو ما تقبله. أنا هذا حكيته بشكل مختصر يعني على قد أنه اللي أشوفه وأنه شنو ممكن أنه تقدرون أنه أنتوا تسووه، وإن شاء الله أشوفكم على خير وسلام.